استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني سعادة الفريق محمد شراق حيدر مدير عام التدريب والتطوير بالقيادة العامة بالجيش الباكستاني الشقيق، وذلك صباح اليوم في معسكر الصخير. نعم، ورحب سمو رئيس الحرس الوطني بمدير عام التدريب والتطوير بالقيادة العامة بالجيش الباكستاني والوفد المرافق له، مؤكدا المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وما أثمر عنها من زيادة مستوى تبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني الشقيق لرفع القدرات القتالية لدى المؤسستين العسكريتين. من جانبه عبر الفريق محمد شراغ حيدر مدير عام التدريب والتطوير بالقيادة العامة بالجيش الباكستاني الشقيق عن شكره لسمو رئيس الحرس الوطني على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني، تأكيداً على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين. كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن عبد الرحمن راشد السعد مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني والوفد المرافق.